أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبدأ نشرتنا الرياضية مع آخر أخبار بعثة فريق النادي الأهلي واللي موجودة حاليا في المغرب لخوض غمار مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بكرة أمام الوداد المغربي. عمرو السولية لاعب الأهلي قال إن الفريق في حالة تركيز كبيرة قبل مواجهة فريق الوداد، وأضاف السولية كمان إنهم اعتادوا على المواجهات الصعبة، الجميع جاهز لتقديم كل ما لديه لتحقيق الفوز في المباراة وحصد اللقب. كمان أكد حسين الشحات لاعب فريق النادي الأهلي على جاهزية الفريق لمباراة الوداد المغربي. حسين قال جاهزون للمباراة وهنسعى للتتويج باللقب في المغرب. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عمل جلسة مع الطاقم المعاون له على هامش الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. اجتمع كولر مع معاونيه لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق بدنيا وخططيا استعدادا للمباراة اللي هتنطلق بكرة على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء. وفي الدوري المصري فريق البنك الأهلي اتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري في المباراة اللي جمعتهم على استاد اسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي بيواصل فريق البنك الأهلي الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله للنقطة 35 في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري. الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 41 نقطة. نجح فريق زد اف سي في الصعود لدوري رابطة الأندية المحترفة بعد فوزه على وادي دجلة بنتيجة 3-1 في الجولة 29 للمجموعة الثانية اللي بتضم أندية القاهرة والقناة بالقسم الثاني، ليصبح أول المتأهلين خلال الموسم الحالي. اتعادل منتخب مصر لكرة الصالات مع المنتخب العراقي بنتيجة 3-3 في تاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس العرب في السعودية. خلصت نشرتنا الرياضية، هنرجع تاني لجمانة وشاذلي واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا، لسه كلامنا طبعا مستمر عن الرياضة وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم.